بركاته: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أعلن المدرب الفرنسي فيليب تروسيه وزوجته إسلام في حفل أقيم خصيصا في المغرب، وأطلق على نفسه اسم عمر تيمنا بسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأطلقت زوجته على نفسها اسم أمينة. لنعرف أكثر حول فيليب تروسيه وكيف صار اسم عمر وكيف أعلن إسلامه، مراسلتنا بالمغرب رشا بالواد أعدت تقرير حول الموضوع بعنوان إسلام مدرب فرنسي في المغرب. فيليب تروسيه المدرب الفرنسي الذي استدعي لتشريف كرة القدم اليابانية في مباريات كأس العالم شهد بكلمة واحدة هي أن يرفع العلم الياباني، لكن في لقائنا معه شهد بكلمة أكثر وزنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمدا رسول الله. منه بالفريق الياباني كان قويا وفعلا فاجأ الفريق الفرنسي وهو في أوجه آنذاك. سألهم عن مدى حبهم وإيمانهم ببلدهم اليابان، فماذا عن إيمانه بالله؟ نعم، أنا إنسان مؤمن. لا بأس، أنا أشير إلى أنني كنت أنتمي إلى إحدى الديانات السماوية، وأنا إنسان مؤمن بالله، أؤمن بالخير، أؤمن بالحب، وخصوصا حب الإنسان لأخيه الإنسان، وأؤمن أيضا بروح التضامن، وأؤمن بالقناعة والتسامح. وقد تربيت على هذه المبادئ طول حياتي، فإذا أنا إنسان مؤمن. قال لي: واش ممكن باش ننظم شي لقاء مع شاهدين عدلين باش ندخل الإسلام؟ قلت له: واش أنت كتمزح أو لا؟ لأن الإسلام هو عقيدة يعني، وأنه خصك تكون متيقن. قال لي: اسمع، أنا راني متيقن بأنه أنا عارف بأن الله واحد وأن محمد رسول الله وأن الإسلام هو آخر الديانات، وحنا كلنا أبناء إبراهيم، وعلى ذلك أنا خصني إن شاء الله الرحمن الرحيم ندخل الإسلام. كوني إنسان مؤمن لاحظت أنه كلما جاء به القرآن الكريم شمل صفات الألوهية وتكلم عن كل الأنبياء والرسل وأمر بالإيمان بهم، كما بين القرآن الكريم على أننا كلنا من سلالة النبي إبراهيم، كما بين أن هذا الدين هو آخر الديانات التي ارتضاها الله لعباده في الأرض. إذن أحسست أخيرا بمنطق روحاني سليم، وكانت اللحظة التي اتخذت فيها قراري هي التي استدعيت فيها عدلين لأصبح مسلما. تجول بلدان عديدة والتقى بأجناس وديانات مختلفة، فماذا عن الإسلام؟ إنه دين جميل، جميل في آياته، وأنا أحس بانسجام كامل وأحس بأنني فعلا مسلم مع هذه الآيات وروعتها، والتي في أغلب الأحيان لا يعمل بمحتواها الصحيح كما ينبغي. وخير دليل أننا نعيش اليوم في عالم مليء بالكراهية، ونشاهد كل هذا يوميا من خلال شاشات التلفزة. كوني شاهد يومي على هذا الواقع أعتز باعتناق هذا الدين الذي ينسجم مع ضميري بارتياح روحي جعلني جد مطمئن. أردت إشارة قوية، فعمر كان من الخلفاء الأربعة، أو بالأحرى من صحابة الرسول محمد. بالنسبة لي عمر كان يمثل العدل،
الهيبة، وكان له سلوك مميز، وأنا أحس أنه يجب علي إثبات هذا السلوك في حياتي اليومية وكذا في إطار عمل المهني. إذن فقد أحسست أن شخصيتي قريبة من شخصيتي، ولهذا قررت بتسمية نفسي بعمر. نشير أن تروسيه وزوجته قاما بكفالة طفلين مغربيين، وقد ذكرت صحيفة لوبينيون تعليقا على خبر إسلام فيليب تروسيه أو عمر كما ذكر في التقرير أنه وصفته بالمفاجأة الرائعة والمدهشة، وقالت مرحبا بعمر وأمينة في مملكة القوة ومملكة الحق الإسلام. أيضا محمد، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية بدراسات نشرت مؤخرا أنه ألاف الفرنسيين بيعتنقوا الإسلام سنويا، ولكن ما بيعلنوه خوفا من الاضطهاد، مثل ما حصل مع لاعب كرة القدم الشهير نيكولا أنيلكا اللي أخفى إسلامه عدة سنوات، وبعدين اضطر بعد إعلانه الإسلام وبعد ما كثير ضايقوه ويمكن تعرض لاضطهادات أنه يعيش بتركيا. حول هذا الموضوع اتصالنا بهذه الفقرة مع الأستاذ محمد عبد الحميد الخمراني، صديق عمر تروسيه المدرب الفرنسي. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، من فيليب تروسيه لعمر تروسيه، ياريت تخبرنا أكثر شو هو الدافع الرئيسي اللي خلى المدرب عمر يعطنك الإسلام. والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا والله هي قناعة خاصة لسيد عمر تروسيه، صديق طبعا شاركت معه في عدة أعمال وفي أشغال أثناء تدريب فرق كرة القدم، فانشأت بيننا علاقة طيبة طبعا، فكان دائما يبحث عن معرفة الأشياء ويجد في عمل كل شيء على وجهه الحقيقي، فهو إنسان يريد أن يكون عمله ناجحا ويريد أن يكون عمل كل من حوله ناجحا. نعم. فإذا كانت قناعته الخاصة بعد سفري طبعا في عدة بلدان من جنوب أفريقيا، في المغرب، في آسيا، في اليابان طبعا، وكذلك كل ما يحيط به هنا في المغرب من طقوس دينية إسلامية والحمد لله، وعلاقته الشخصية بعدة أصدقاء مسلمون فيسألهم عن الإسلام ويسألهم لماذا هذا ولماذا هذا، وهكذا كون بفعل فكرة وانطلق منها. فكانت قناعته الشخصية، كان يسأله كنا نجيبه، وذلك الحمد لله أنه ربي وفقه أن يعتنق السيد عمر تروسيه الإسلام. نعم أستاذ محمد، وصفت صحيفة لوبينيون الخبر بالمفاجأة الرائعة، لماذا برأيك؟ لست أدري لماذا وصفت بالمفاجأة الرائعة، لأن الخبر أول من نشره كان جريدة الشرق الأوسط. بالطبع كنت إذا أردتم من وراء نشر هذا الخبر، ولو أن السيد عمر تروسيه لم يريد أن يعطي هذا الشأن إشراع صحفي يعني، فأردت أن أعمل له المفاجأة، وذلك كان أنه أردت أن يصدر الخبر في جريدة الشرق الأوسط بما أنها جريدة وصحيفة دولية، أن يصدر في يوم عيد ميلاد السيد عمر تروسيه الذي كان يوم الثلاثاء الذي صادف يوم نشر الخبر بصحيفة الشرق الأوسط، فكان ذلك الخبر أسعده لما علم أن ذلك أدى في يوم عيد ميلاده وأنه كان مفتعل بطبيعة الحال من أحد أصدقائه، فرحة بالفكرة. أما جريدة لوبينيون ربما لأنه له أصدقاء كثيرين في عدة جرائد، ربما أنه لما سمعوا الخبر تفاجأوا، ولكن أظن أنها لم تكن مفاجأة، فإن قناعة سيد عمر تروسيه وأهنه على ذلك. يعني هي أيضا هدية لنا وليس له فقط بمناسبة عيد ميلاده. السؤال يعني هل تغير سلوك عمر بعد اعتناقه الإسلام، وكيف انعكس ذلك على الفريق الذي يدربه؟ طبعا تغير سلوكه حتى قبل أن يعتنق الإسلام أو حتى قبل أن ينتقب الشهادتين، فكان تغير سلوكه بما يراه وما يحيط به، فكان يسأل عن كل شيء وكان يريد معرفة كل شيء، فطبعا تغير سلوكه بعد اعتناق الإسلام، وهذا شيء يسرنا جميعا، أصدقائه ومحيطه وزوجته كذلك. إذا أمينة تروسيه دومينيك سابقا التي هي الأخرى اعتنقت الإسلام، فكان فرحتان يعني أن الآن الحمد لله هما الآن في قد أخذوا
كفالة طفلة جديدة هنا في المغرب، وهم سعداء وفرحون والآن ويبحث عن معرفة المزيد على دين الإسلام. وبطبيعة الحال لابد أن نترك له المهلة حتى يعرف الأشياء عن حقيقتها وبني يتعصب وبني يتطرف كلها. يعني أستاذ محمد كصديق ومقرب من عمر تروسيه مثل ما قلت هو وزوجته كيف أنه عم يستقروا بالمغرب وعم بيقوموا بمشاريع خاصة وتغذي أكثر.